هلق ترامب زلمة يعني صارم كثير، باين علي بده يبهدلنا كلياتنا. هلق فوز ترامب يعني ما رح يختلف شيء على اللي قبله، لأنهم كلهم نفس بعضهم، والمين من فاز يعني نفس الشيء. ترامب شخصية مجنونة، وهذا العالم مجنون. بالنسبة للحديث عن الانتخابات الرئاسية الأمريكية، فنحن يعني أنا بالنسبة لي كرأي شخصي بتوقع أن فوز ترامب شيء منيح. أنا كرئيس كان قبل تصريحاته واضحة، عنده حقد لحدا حكى، عنده كره لحدا حكى، يعني شخص عم يحكي اللي في قلبه. أهم شيء خلصنا من أوباما، شخصية مترددة جدا جدا، بياخذ قرارات في الليل بيلغيها الصبح، بياخذ قرارات الصبح بيلغيها آخر الليل. في فوز ترامب اليوم ما راح يتغير شيء ابدا من الناحيه الدوليه، ولكن احتمال يتغير على ناحيه نحن سوريا. نحن بس ندعي رب العالمين انه يتغير الوضع لاحسن، انه نشوف على هذا الرجل تغيرات جديده. ندعي لرب العالمين، بس كلهم نفس بعضهم، انا هيك برايي. وبده يخرب الدنيا باين علي يعني، وانا حاسس انه بنتبهدل من وراه. ترامب won the match. Yeah.